والله العظيم واو 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 عني انا كنت ابغى اقتل الزعيم بس بصراحه الله شكرا. من هو ذا اللي قاعد يسوي تنقل سريع؟ ديم. السلام عليكم شباب ورجعت لكم بحلقه جديده بلوكس فروت يا شباب، واشكركم طبعا على دعمكم في الحلقه اللي طافت. ان شاء الله اليوم نكمل التلفيل يا شباب. الحلقه اللي طافت وصلنا الى ليفل 21 وشفت كثير تعليقات طبعا قاعدين تعلمونا يعني وكذي، فاشكركم صراحه. بشكل عام انا بلعب يا شباب، بحاول اشوف يعني قاعد اتعلم صراحه يعني يا شباب اوكي، فلا ضغطوا علي واجد يعني يوسف سوي كذا سوي كذا. اهم حاجه انا عندي اني انا استمتع وانتم تستمتعوا يا شباب. طبعا اللون الازرق هو اني اكون العب مع المتابعين، بس اللون الاحمر اعتقد اني ما اقدر العب مع المتابعين، صح لو مو صح؟ فراح اكمل على اللون الازرق يا شباب، واللون الاحمر ممكن نجربه في حلقات اخرى. خلونا نبدا الان. بسم الله، هذا هو انا. ابغى اشوف دعمكم الاسطوري طبعا زين، وخلونا نبدا. مثل ما انتم شايفين عندي 21 الليفل. طبعا الفاكهه يا شباب هذه اللي عندي هي الفاكهه، فاكهه الفالكون. فاكهه الفالكون قلتوا لي كثير ان هي مو قويه كثير، لكن انا ودي اجربها على الزعيم اللي ما قدرنا عليه في الحلقه اللي طافت. ان شاء الله اني يعني اشوف المتابعين الان بيدخلوا ويودوني الى الزعيم الكبير. انا بس ابغى اضربه شوي، لان في الحلقه اللي طافت يا شباب انا ما ضربت الزعيم ولا حتى لمسته. فبالدراجن هلا والله الجيمان وصل، حياك الله. لا طحت انا، طح. يلا روح روح، اليوم اثنين عندنا بس. شوي شوي يجوا. شوي شوي يجوا. في فاكهه اعطوني اياها يا شباب المتابعين الحلقه اللي طافت، بس ما ادري في وين اطلعها. ما بتودوني للزعيم يعني؟ احد المتابعين يقول لي يوسف وينك؟ انا في كوكب القرود، اعطونا الطريقه السحريه يا شباب. اذا وصلنا ليفل 50 هذا هنا نقدر نسوي طلب مانكي. هذا الكينج، الكينج لازم ليفل 20. حلو. واو 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 واو. يلا روح الى الغوريلا كينج. الغوريلا كينج واحد فقط. يلا الى الغوريلا كينج، اسرع عليه شباب. راح نقتل الزعيم الغوريلا. لحظة لا مت انا. هولي او ماي جاد. يوسف انت نوب، يوسف انت نوب. اروح للمنيو، هذا لازم اقويه يا شباب. البلوكس فروت لازم اقويه، اوكي ضعيف واجد. نرجع للغوريلا. الماب ده مظلم، ليش جبتوني اليه؟ ايوه الكينج وصل، ذو الكينج. طيره طيره. حسبت ما انحسبت، اتركوني خلوني اضربه شوي. يلا يلا يلا. ايوه اخيرا ذبحنا واحد. وين الغوريلا كينج؟ اتوقع هذا هو. ايوه هذا هو. ايوه واو 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 واو. دقيقه دقيقه. ليتس جو ليفل 24. فلقعناها فلقعناها فلقعناها. ايوه كذا صح. انا راح اجرب فاكهه جديده احد المتابعين اعطاني اياها في الحلقه اللي طافت. هذه فاكهه اتوقع نفسها كانها. وش سالفة الفاكهة ذي؟ نفذها بالضبط، وش اسوي فيها انا؟ اللي اعطاني اياها المتابع نفس الفاكهة اللي عندي، فكرت يمكن غير او شيء. قوانا الفروت يا شباب، يلا الان نتوجه الى الزعيم الكبير. قعد قوية قوية. اوه واو واو اي لايك ذس. واو واو هذه حلوة. يلا يلا مجانين. يلا مشينا. خذ مهمة. وش المهمة اللي اخذها؟ الغوريلا كينج من جديد، نوصلها 30، نوصلها 30 يا شباب الى الغوريلا كينج. وين راح؟ 27 واو والله عدل. لا تدري عجل، خلينا نعلق على الغوريلا. ليتس جو، زود هذا زين، خليه يقوي حد الفروت. نرجع نسوي مهمه مع الغوريلا من جديد. لا يوقف. روح 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 روح. ليتس جو. يوسف عندي لك نصيحة، يوسف عندي لك نصيحة. قول يوسف عندي لك نصيحة، يوسف عندي لك. ايه قول قول. يلا انتظر. اقعد. يقول جلس عليه 10 ساعات عشان يجيب هالسيف هذا. ديم ديم يا السيف. ايه هذا ادري، انا ادري اللعبة فيها تفاصيل واجد. بس انا العب الى المتعة بالهداوة. انا العب اخر مواجهة
بعدها يا شباب راح نروح الى الزعيم اللي ما قدرنا عليه في الحلقة اللي طافت. وشو ده؟ لحظة، وش صاير هنا؟ وش صاير هنا؟ ماي جاد، من هو ده؟ وخر عنا، وخر عنا. يلا وين راح؟ ايوه ما عندي الا هالضربة، والله ما عندي الا هالضربة، تعبانة. ولا عليك يوسف، ولا عليك يوسف. Let's go level 30. level 30. زيد الفروت. خلي الفروت قوي. اليوم مصر على الفروت. يلا خلاص. هدية. بيعطيني هدية. يلا اعطيني هدية. هذا يقول بيعطيني هدية. نعم انا اصور. انا اصور. هونر. منو اللي بيعطيني هدية؟ يا اخي ما اشوف الكلام. بس راح اطلع بالتصوير. ايه بتطلع بالتصوير. منو اللي بيعطيني هدية الحين؟ خربطنا انا. هذه. الله يا هدية. شكرا. كاتاكاري كاتراكاتري. شكرا والله. اكلها. وشو دي الهديه؟ مو الحين، مو الحين. وشو دي؟ الله. اكلها. حطيتها بالستور. يلا 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 مشينا. شكرا على الهديه. شكرا شكرا فرند. يلا مشينا. واحد يدبر لنا. يلا احنا سفينه. يلا دي السفينه. وصارت السفينه. افتح الجناح يا حبيبي. ليتس جو. اليوم مفلقع وجه الزعيم. ناوي عليه انا خلاص. من ديك الحلقه كيف يقتلني. والله انكم كفو. جزيره باغا. وصلنا، وصلنا الجزيره هذه. جزيره باغا. يلا عجل نروح الى الزعيم بعد وسوي مهمه غير ذي الجزيره. من هو ذا؟ ول 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 ماستر ده. اخر عنا. دقيقه بس، دقيقه. انا ابغى اروح اسوي مهمه عشان تنحسب لي حاجه. هذا الشوب. ايوه ادوها بودي. هذا نشوف كم. هذا لازم ليفل 30. اوكي نيفر مايند. هذا كم الليفل يحتاج؟ هذا ليفل 40 يحتاج. نيفر مايند. هذا كم الليفل؟ ليفل 55 ده. والله اختاره وخلي فلقع الليفل حقي. ما اقدر. اذا نختار هذا الزعيم. هذا ليفل 30. كونفيرم. الان نحاول نفقع وجه الزعيم هذا. صح. وش اسمه؟ لا مو هذا السيف. انا اللي عندي ده بنص ريال بس. يلا دول اللي اخذت لهم. اوه شيت مان. ولا لا والله مو هذا. بير ديفيت بير. مو هذا. اي والله ذولا ضعاف. والله ضعاف ذولا. ولا من هو ذا المجنون؟ اي ليش يا اخي السلاح ذا مضروب ذا احسه. او ماي جاد. بوم 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 بوم. حلو. والله قتلني. مشكلة ان التحكم غبي. الفاكهة ما اقدر استخدمها الا اذا سويت كذا. ليش؟ والله قوي ذا. قوايت تون. والله انكم عارقين. انا اللي علي. والله اختفى ذا. وين؟ باليا الله اختله. والله باليا الله. بوم بوم بوم. روح يوسف. اهم شيء اذبح ذولا الان. والله هذا عنده حركه يسحبها. دايما اقعد اقعد اقعد. قراصنه ذولا. والله سيفي ضعيف. نو سيفي ضعيف. سيفي ضعيف. لحظة اقدر اقوي السيف ده؟ سورد. اقدر اقويه. في شيء عندي انا عشان اقوي هالسيف ده. والله كاني قاعد اضرب خيرزانة مو سيف. اوه ماي جاد. اوه ماي جاد. وش سوى ده؟ من هو ده؟ من هو ده؟ This is crazy man. بال. شوف وين وديته. وين يروح يختفي؟ دام. اطيرهم انا. باقي واحد. باقي واحد. باقي واحد. باقي واحد. ايوه ليتس جو. واخيرا 32 بس. تعال السفينه. واحد يقول تعال السفينه. اقعد. يلا 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 اللي بعده. اللي بعده. اقدر اطلق انا؟ ابغى اطلق. والله ما ادري ابغى اطلق. ليفل 32 يا شباب. في تحسن. نزود الفروت بعد. والله بخلي الفروت فول لنا اليوم. الفروت لان الجناح صار عدل قوي يا شباب. صحيح انه ضعيف بس مشكلة يا شباب الفروت اذا غيرت الفروت يروح الجناح. هذه المشكله الحال. ايوه ايوه مشت مشت السفينه. يلا مو هني مو هني الصحراء. هذا المكان. يلا خلاص بنزل هنا. بيو 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 بيو. لا طحت. انا طحت. ايوه وصلنا يا شباب. النافورة النافورة. ذابحين ذابحين انا الزعيم انا ان شاء الله. لان اشوف واحد من المتابعين قال اذا انت تقتله بيعطيك ليفل عالي بيختصر عليك. فخلونا نشوف هل هو صحيح يختصر ده الزعيم. يا اخي كيف ينطوا محشور انا. والله اخيرا واخيرا رجعنا.
الى الزعيم. كوست سوي كوست. وال وال بوم. الله هددت. نجرب نشوف هل اقدر اقتله ولا. هنا هو صح. ايوه هنا هو. وال او ماي جاد او ماي جاد. ايوه تعال تعال. من هو الزعيم؟ وين راح؟ شوي شوي عليه. كده ما ينفع. كده ما ينفع. يلا يلا. وال لعت. الان يطلع هو. وين راح؟ جيبوه بعد نص ساعه يطلع. ايش دعوه؟ بقتل روحي وبشوف اذا انا يمكن قتلت روحي يطلع هو. ما خلي هذول يقتلوني. وال قواي حدهم. والله قواي حدهم. وال الليفل شوفوا كم 625. نيفر ماين. لو اطلع وادخل وش يصير؟ طيب بسوي لي زين. نص ساعة واجد والله. وشو ذي؟ اوكي يا شباب احد المتابعين بيعطيني هذه. اوكي باكلها يلا. الله يستر. تم تغيير الفاكهة. خلينا نشوف الفاكهة ذي وشو ذي. زد اقعد. اوه نايس. حلوة دي حلوة دي. شكرا. ضرط عليه. ضرط عليه ومات. دايما وش ذا تنقل سريع. واو لا وين رحت انا؟ ركبت النافوره. واو دايم التنقل سريع ده. دخلني النافوره برو. This is crazy man. ووهو عدل ما مت. وين راح الزعيم؟ الان يا شباب بجرب الفاكهه غير. اليوم بس تجرب فواكه مع اني انا كنت ابغى اقتل الزعيم بس بصراحه. الله شكرا. من هو ده اللي قاعد يسوي تنقل سريع؟ دايم ديم ديم. ويهو يا شباب انا الان في الصحراء. زين والله رهيب رهيب. واو ذو ها كوماندر طلع. طلع كوماندر هو اللي يسوي تنقل سريع. ليفلهم 70 دولار. اوكي نكمل على الليفل 70 يا شباب. زين نجرب هذه الفاكهه الان. نروح نسوي مهمه. والله حلاوه ذي الصحراء صدقوا. ميوزك. نحن في الصحراء نسوي مهمات. اعطينا اقوى واحد. اقوى واحد دستروي اوف السوال. لازم ليفل 75. ما اقدر. طيب هذا 60 نبغى الليفل ده. ما اقدر بعد. طيب لو اذبحهم بهذا. ايوه دام دام قواي دوله. خليك فوق يوسف. ول وش صار؟ اوه ماي جاد من هو ده؟ اخذتوا المجانين محترفين يا شباب اللي العب وياهم كلهم. Let's go. حلو حلو. نايس. والله السلاح ده رهيب ده. دارك. دارك ده رهيب. دام. او ماي جاد. السلاح ده اسطوري اللي اعطاني اياه الصراحة. السلاح ده اسطوري. الدارك ده رهيب. هذا يستاهل انك تلفل فيه الصراحة. خلينا نروح للمنيو. ديت. الفروت. او ماي جاد. الليفل حق الفروت يا شباب خليته 40. يبغى لي ازود هذا بعد لاني انا صاير ضعيف ترى يعتبر. او ماي جاد طالعوا ده والله العظيم. واو 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 واو. من هم دول الاساطير يا شباب؟ ليفلي صار. بس والله السلاح ده قوي يعني ينسف بسرعه ينسف بسرعه. واو واو والله التنقل سريع. اسطوري ده اسطوري اسطوري. تنقل سريع ده رهيب. ليتس جو. موجود لسه مو موجود. ويهو ويهو ويهو. انا انتظر كوماندر. شوفوا يا شباب كيف الوضع الان. الليفل 43 حق الفروت والميل 24. اليوم ما اشتغلت الا على الفروت بصراحه لان الفروت احسه قوي واجد اذا استغليته. عندي 21000. ايوه ايوه يضرط يضرط الرزيل وانا قادر اضربه. لا تتحرك. ايوه كده يا حبيبي. اتوقع الحين اذا ضربته. اوكي يصير. لا حسبت والله ما انحسبت. قتلوه للاسف. خلونا نجرب الفاكهه الاخيره اللي اعطوني اياها. زين هذه الفاكهه ما ادري وش هي بصراحه. شباب باكلها. لحظة وش صار؟ من هو ذا الديناصور؟ من هو ذا الديناصور؟ يختفي بعد. ديم يا الديناصور. ايوه ايوه يا شباب كفو عليكم. خلاص كم باقي عليه؟ شكرا ركبني. ليتس جو. كفو عليك والله. يلا خلاص لا احد يضربه الان اللي عليه بس انا اضربه.
ايوه ضربته ضربته. كمل عليه بسرعه. والله خايس ذا الايم. مات مات مات. ما صار شيء. لا ما صار شيء. وين بروح ذا؟ بسافر ياي. نايس طيرني. قتلت الزعيم ولكن ما صار ولا حاجه. الان يا شباب انا بشوف الفاكهه اللي ما اخذتها ذيك. ايتم وين راحت الفاكهه؟ لحظه وين الفاكهه؟ تروحي وتجي يا شباب. كانت في عندي فاكهه القلب اللي اعطاني اياها اختفت. تروحي وتجي الفاكهه. السيف من بعد كانت رقم 4. هي كانت موجوده في رقم 4. ما اقدر اخذها. وين فاكهه يا شباب؟ اذا هو مات عشان كذا راحت. في فاكهه اسمها سبن يقولوا لي المتابعين لا تشتريها. طيب اوت اوف ستوك اوت اوف ستوك اوت. والغالي تحدى تيم مان تيم. الدارك اللي عندي اقوى. اوكي يقول لي بوديك عند بوست اقتله. يلا خلينا نشوف. والله انا اتوقع الان لعبت 3 ساعات صراحه. اللعبه وقتك يضيع. الوقت يضيع واجد وبسرعه يضيع. تعال كم الحين ندخل ساعه واحده بعدني انا العب. تيم انا هذا الزعيم كم ليفل هذا؟ ول قوي ده. الله وين وداني ده؟ صراحة شكرا ابو الحصان ده. شكرا انت اسطورة محترم. دايما دايما والله الماب ده رهيب. ماب ده رهيب. هنا قول له دخلني مكان سري. انا قاعد اروح انا. ايوه الزعيم هذا البوس. يلا نجرب عليه. احنا فيها رحنا فيها احنا فيها سريع. ووو ماي جاد. كم ليفل هذا البوس؟ والله احنا فيها رحنا فيها احنا فيها. ان شاء الله ما يركب بس. ووو والله فلح انا. ماي جاد مات اكيد مات. اتوقع مات. المشكلة وال سوى حركة قوية. هذا هو صح؟ وال حت. الله يهديه الزعيم من بعيد يحتحت. نو واي مان. اخي طاقتي من الصريال انا. اكيد اكيد في الحلقه الجايه راح نوصل ليفل 50. ادعسوا لايك الان فعلوا جرس التنبيهات ونشوفكم ان شاء الله في الحلقه الجايه ومع السلامه.